السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار الهمم. مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا وياكم في برنامجكم حوار الهمم. يشكل التراث البحري جزءاً أصيلاً من التراث الشعبي في الإمارات، وله أهمية موازية لتراث البر، وقد شملت طبيعة العلاقة مع البحر قطاعاً كبيراً من أبناء الإمارات، وارتبطت الحياة به ارتباطاً وثيقاً، فهو مصدر للرزق ومصدر الحياة. ونظراً لارتباط الثقافة بالتراث، فقد أولى الشيخ زايد طيب الله ثراه التراث بكل أشكاله أهمية خاصة، لما له من أهمية في توثيق الحضارة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف النوخذة يوسف أحمد العلي. طبعاً في البداية نحن نشكركم على هذه الاستضافة من قناة الظهرة على في الحوار، حوار عام زايد 2018 اللي هو حوار الهمم، هو الهمم، وإحنا حاضرين ومستعدين لأي سؤال أي استفسار يعني يفيد المجتمع ويفيد أصحاب الهمم. ما هي رؤيتكم العامة للعام 2018 وهو يحمل اسم زايد رحمه الله؟ طبعا الرؤية هي رؤية زايد رحمة الله عليه حينما قال في كلمته أن اللي ما له ماضي ما له حاضر. ونحن يعني كآباء في مجال البحر يعني نبغي أن هذا التراث اللي نحن ورثناه من الآباء والأجداد يعني أن هذا تتحقق. رؤية زايد رحمة الله عليه أن عندما قال على الآباء والأمهات أنهم يعني يوجهون أولادهم أن كيف عاشوا آباهم وأجدادهم في السابق، هذه الناحية الثانية. أن التراث هذا هو عبارة عن يعني موروث شعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضا هوية وطنية، وهو لابد أن نحافظ عليه. أن هذا التراث هو الذي كان مصدر الرزق للإمارات ولأهل الإمارات والذي هم عاشوا على هذه الأرض الطيبة. طبعا لو بغينا ندخل في مجال البحر مجال واسع، فأتصور أنه زايد أول ما اهتم في التراث، بدينا بالتراث بخشب عادية تقليدية قديمة، وكانت يعني السواقات على هذا النمط. فبعدين نظرته رحمة الله عليه يعني شملت مجالات أكبر، التحديث في السباقات في المحامل، كذلك أيضا توسعت دائرة الرياضات البحرية، وشمل بعد أصحاب الهمم. من ضمنهم أنا كنت أدرب أصحاب الهمم في أحد المسابقات التراثية التجديف. فطبعا هذه العلاقة اللي هي زايد ربطها مع الجيل الماضي والجيل الحاضر، وأيضا أدخل فيه أصحاب الهمم في هذا المجال لأن لهم فضل علينا ولهم فضل على الدولة، فهذا أيضا هم مستقبل وهم يعني بيمثلون تراث الدولة بعد ما يعني انقرض الجيل القديم. فالتراث هو يشمل تراث البحر، الغوص، السفر، السمك، لكن أهم التراث الذي هو يعني مرتبط هو الغوص، كان اللي هو مصدر الرزق لشعب دولة الإمارات لأهل الإمارات. فالغوص تصوري أن الإنسان هذا يعني يتغرب عن أهله 4 أشهر وعشرة أيام، بيكون هو الحافة السماء وفراشة البحر، لا أنيس لا ونيس لا ما حد عنده، وغصب عنه أنه يقاوم هذه الصعاب حتى يعيشها. فلما رحمة الله عليه زايد أسس دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بنظرته للمستقبل حب أن هذا الشعب يرتاح بعد هذه المعاناة بعد هذه القسوة بعد هذه كله، فتح مجالات أخرى، استار العمل
وصار المجالات اللي أسهل من الغوص، أسهل من السفر، أسهل من السمك. فهذه كلها كان رؤيته رحمة الله عليه، ولئن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله بفضل شيوخنا وقيادتنا الرشيدة. فنحن كذلك مسؤوليتنا كآباء وورثنا التراث هذا من آباء والأجداد أن نحافظ على هذه الوصية. وصية أعتبرها من الوصية، وصية زايد وصية، أن اللي ما لماضي ما لحاضر، وعلى الآباء والأمهات أن يعني يعلمون أباه أولادهم كيف عاشوا أباهم وأجدادهم. فهذه وصية، فنحن نطلب من الجهات المختصة أن يكون يعني يقومون بهذا الواجب، وكذلك يدخلون الشباب، يدخلون الشباب في المجال التراث، يعرفون تراثهم، تراث أباهم وأجدادهم، سواء كان تراث حرفي، تراث مثلا تقليدي، تراث مثلا في مجال آخر مثل السواقات. هذه كلها، هذه نحن نبغي يكون هذا الشيء ما يندثر وينحي في نفوس هذا الجيل الذي هو القادم يعني. ونحن أيضا من خلال المهرجانات هذه دائما نكرر ونركز نقول يا جماعة يا شباب، هذا تراثكم، هذه هويتكم، هذه ولاكم لوطنكم، ها تعالوا وتعلموا، تعلموا. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أن في هناك نادي تراث هو بعد قائم بهذا الواجب، ولكن نحن بعد نبغي دور أكبر من هذا، نبغي من الآباء الموجودين الحين اللي هم النواخذة، اللي هم أهل البحر، يجون ويعني يشاركون ويساهمون ويأخذون بيد هذول أصحاب الهمم، بعد يعلمونهم هذه المهنة التراثية القديمة التقليدية يعني. ما أهمية البحر بالنسبة للإماراتيين؟ طبعا هو البحر نعتبره نحن يقولون يعني الأولين ملح الرجال. البحر يخرج رجال يعني يتحملون الصبر، الحكمة، كذلك العيش مع الحياة، كيف يتعامل مع الحياة. فالبحر هو يعتبر بالنسبة لأهل البحر يعني والخليج، هذا هو مدرسة يتعلم منها البحار أو الشخص. فنحن لما كنا صغار لما يعلمونا مهنة الغوص شو يسوون؟ يجيبوننا نحن 4-5 أطفال يجمعوننا في الغالة. الغالة هو مكان يعني مثل ما تقول ما بيكون للحزام كذي، ويوقفوننا ويقولون يلا كلكم غوصوا في البحر هذا، نغوص، واحد يعد لنا، واحد اثنين ثلاثة إلين حد يوصل 100، حد يوصل 120، حد يوصل 50، اللي أقل كما قال له مرة ثانية، حتى إيش يصير عنده استعداد أن يكون يقدر يكون يستوي غيص، بدل ما يكون سيب لازم يستوي غيص، لأن السيب حاصل تغير والغيص حاصل تغير. فهو لابد أن يكون يتعلم الغيص حتى يكون يصير مع الغاصة ويغوص، ويكون يعني يقدر يعيش أهله وعياله. كذلك أيضا هناك البحر تتعلم منه مهن أخرى، الصيد، الأسفار، القطاعة، هذه كلها تعلمناها من البحر. تتعلم مثلا كيف تتعامل مع الأجواء، كيف تتعامل مع المخاطر اللي في البحر، كيف، لأن أحيانا بيكون هذا الغيص لما يغوص القوع هناك يمكن في يريور، في سمك، أو في بزمة تمسك مريلة، أو شيء، أو خالوف، أو في أشياء يعني في مخاطر كبيرة. فهذا البحر يعلم هذا الشخص كيف يتعامل وكيف يتألقم مع هذا الوضع الذي هو يعني محتاج له أن يكون يعني يعيش فيه يعني. فهذا هو البحر. البحر يعتبر لنا نحن يعني هو شيء مهم جدا جدا، ونحن نقول نوصي شباب اليوم أنهم دائما يكون قريبين من البحر، لأنه ما بيتعلم في البيت، في البيت ما بيتعلم، حتى في الجامعات، حتى في المدارس ما يعرف كيف مهنة يقاوم الحياة مثل ما راعي البحر يقاوم يعرف يعني. فهذه كانت يعني علاقتنا نحن الأول مع البحر، أن نتعلم منه وعلمنا فعلا يعني. نعم. ماذا يكسب البحر من صفات للذين يتعاملون معه؟ البحر يعني مثل ما تعرفون أنه يكسب الشخص هذا الصفات مثل ما قلنا الشجاعة والتحمل وهذا. فعندك مثلا أن كيف المخاطر البحر هي مخاطر كثير يعني. فعندنا الغاصة مثلا، الغاصة لما يغوصون يصيرون على الهيرات يغوصون، فالهيرات هذه 36 متر عمقها، فهناك في القوع في أشياء لها فيها مخاطر يعني. ف
فهني لما سبحان الله غيص سكران نبر وهني شو بيشي يعالجونه؟ يعالجونه بالمذنان بالبصل يعالجونه حتى يرد ترد روحه أو الحين يسوون التنفس الصناعي. فهذا حتى إيش الغيص هذا ترد له صحته مثل ما كان. هذا كذلك هناك يكسب من البحر أن عندما يصير السماك مثلا السماك في هناك في أماكن سمك مثلا ثم كيف يتعامل مع السمك العادي والصغير وكيف يتعامل مع السمك الكبير وش هي الغزل اللي يباه يعني الألياخ اللي يباه لهذا هذه كلها يتعلم منها من البحر ما يتعلمها من البر يتعلمها من البحر. فأيضا يكسب الصفات أن هناك في صفات المودة يجيب مثلا يدام من 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 البحر يدام سمك يوزعونه على جيران على هذا هذا كله كان من صفاتهم اللي كانت موجودة أول يعني عندهم. فهذه كلها يكسبها من البحر. فالتعاون كان موجود تعاون بينهم يعني بين أهل البحر وأهل البر بعد كذلك يعني لأن أهل البحر بعد يحتاجون لأهل البر فيجيبون منهم السعف ويجيبون منهم الحطب ويجيبون منهم الصخام ويجيبون منهم الأشياء هذه والماء. فكذلك أهل البحر فهذه الصفات تتلاقى مع بعض البعض وأيضا هنا تساعد على أن هذا المجتمع يكون متماسك وكان في نفس الوقت يكون متلاحم وعندهم مودة ومحبة مع بعض. هاي كل الصفات يكسبها من البحر يعني. نعم. كيف برأيك نستطيع أن نحبب هذا الجيل بالتراث وخاصة التراث البحري؟ نعم هذه طبعا بيكون من لابد أن هناك في تداخل الجيل القديم والجيل الحديث هذا لازم يكون هناك في تداخل بينهم. عندنا على سبيل المثال مثلا الحين موجود سباقات الاطوال سباقات الصير بنعير القفال سباقات سباق دلمه عندنا سباقات مثلا الضبعيه عندنا سباقات كثيره هذه. فلا بد ان هناك نحبب هذا الشباب ونجيبهم الى انهم يتعلمون هذه المهن ويتعلمون كيف يدخل البحر ويتعلم ان كيف ايضا هني يعني يستطيع ان يعني حتى لو بي في ابسط الحاجات اللي هي تحتاج لها مثلا يسوي يطرق ليخ يطرق له مثلا يسوي له قرقور يسوي له يعني اشياء حتى يتعلم هاي المهنه. كذلك ايضا هذا لابد ان نحن بعد الكبار نساهم وايضا في جهات اللي هي مسؤوله عن التراث هي ايضا لازم تحبب الشباب هذا وترغبهم وتجيبهم لهذا في المجال التراث حتى يتعلم تراثه ويتعلم ان هاي المهنه هذه. فالمجالات فيها هذه يعني تكون واسعه الحمد لله. الحين مهرجانات على من شهر تقريبا 10 تبدا المهرجانات الين شهر 4 والمهرجانات مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادة رشيدة اللي هي مهتمة في هالمجال هذا. فلا بد أن هناك كالمدارس مثلا أو الجامعات أو المعاهد الموجودة تجيب شباب الوطن وتعرفهم على تراثهم. فهذول المصادر الحين موجودة نحن كمصادر موجودة لازم يأخذون من المصادر الموجودة الحية بدل ما يأخذ عن طريق باحث ولا عن طريق بالغلط. لا المصدر هذا موجود بيعلمه بيدربه كيف يتعلم هذا التراث هذا سواء كان تراث غوص سواء تراث سمك أو تراث مثلا أسفار أو أي شيء حتى يمكن الصقارين بعد تراث الصقارين بعد هو بعد لازم يتعلمه بعد هذا. فأيضا هنا نحن موجودين حاضرين نقول مستعدين نخدم هذا الوطن وهذا أمانة في رقبتنا يعني نحن. فنبغى أن يكون هناك جهات أخرى تجيب الشباب وطبعا يكون عن طريق يعني مثل المهرجان الصيفي او بدل ما يكون قاعد في البيت او ما يجيبون على يعني يشكلون يسوونهم مكان ويعلمونهم التراث هذا. فمثل ما قلت انا نحن مستعدين يعني في ما شاء الله نواخذ كبار موجودين ونواخذ دولة الامارات الحمد لله غنيه بهالاشياء هذه وتراثها ايضا هذا بعد تراث مسؤوليه لابد ان يكون هناك نحن نحافظ عليه. فاذا نحن ما وصلنا هذه الى هذا الجيل وين بي هالجيل بيعرف تراثه؟ ما بيعرفه بيندثر عنه. فاحنا نبغي الجهات تشارك يعني تساهم وتجيب هذه سواء كان اصحاب الهمم وحتى بعد الطلاب الاخ يعني الباقين يعني اللي هم مثلا الاصحاء يعني يجيبونهم يعني حتى يتعلمون هذه المهنه هذه. نعم. نشكر النوخذ يوسف احمد العلي.
أنا أشكركم على هذه الاستضافة، وهذا الشيء إحنا الحمد لله يعني ريحتونا أن شاركنا وساهمنا في هذا العام عام زايد الخير، وكذلك إن شاء الله مستعدين في أي وقت وأي وقت إن شاء الله. والشكر إن شاء الله موصول بعد اللي هم مشاهدين اللي يشاهدونا من خلال شاشتكم الكريمة يعني، وشكرا. مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل معاكم بقية فقراتنا. أطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. ووفقاً لهذه السياسة فقد تقرر تسمية هذه الفئة بأصحاب الهمم، وذلك نظراً لجهودها الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات. ولكن تبقى هناك معوقات تحول دون دمجهم في المجتمع وإيجاد الوظائف التي تناسبهم. نتحدث اليوم عن هذا الموضوع مع الأستاذ عيسى الملا، رئيس تطوير الكوادر الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية. أهلا وسهلا فيكم، شاكر لكم الاستضافة. بالعكس هم دواعي سرور نحن نكون معاكم ونحن نتناول هذا الموضوع المهم. ما أهمية تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع؟ طبعا احنا عارفين حرص دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف الملفات الثانية هو من أهم الملفات، السياسة الوطنية لدمج الأخوة أصحاب الهمم هي من الملفات الرئيسية، ويمكن يكون احنا تناولنا الموضوع هذا بطرق مختلفة، وكان من أهم الجوانب اللي يعني احنا ركزنا عليها اللي هو موضوع التعليم وكيف بإمكاننا ان احنا نرفع مستوى التعليم فيما يتعلق بأصحاب الهمم. وتم يعني من خلال عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي التركيز على جانب رئيسي وهو وضع سياسة شاملة وكاملة فيما يتعلق بدمج أصحاب الهمم. احنا نتحدث اليوم ان في عندنا يعني بعض خلينا نقول المعوقات اللي هي في البداية تتركز على الجانب التعليمي، ولهذا السبب تم عمل دراسة مستفيضة تم الاهتمام بهذا الجانب من خلال جلب أفضل الممارسات العالمية بحيث أن احنا نطلع بصياغة موحدة على مستوى الإمارة، وننطلق بعد ذلك في أن احنا يعني نوعي المجتمع وكذلك المدارس من خلال يعني هذه السياسة العامة. طبعا لأهمية هذا الموضوع سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد إمارة دبي أطلق مبادرة جدا جميلة وهي مبادرة مجتمعي مكان للجميع. هذه المبادرة هي تعنى بدمج أصحاب الهمم في كافة مناحي الحياة وعلى رأسها التعليم ومن ثم التوظيف اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله في يعني الفترة القادمة. إلى أي مدى يسهم العمل لأصحاب الهمم في تشكيل شخصياتهم وصناعة استقلاليتهم في حياتهم؟ بلا شك طبعا فيما يتعلق بتوظيف أصحاب الهمم هو يعني مهم من ناحية ان احنا كيف بامكاننا ان احنا نوجد لهم مساحة من العمل. طبعا احنا في عندنا سياسة وطنية على مستوى الإمارة فيما يتعلق بدمجهم في مجال التعليم، كذلك في عندنا سياسة وطنية على مستوى الإمارة في دمج اخواننا اصحاب الهمم في مجال العمل. وعلى اثر ذلك تم يعني تشكيل لجنة مكونة من جميع المؤسسات المعنية على مستوى الإمارة سواء كانوا مؤسسات اتحادية أو مؤسسات محلية في أنها تعمل على وضع الأطر يعني العامة فيما يتعلق بتوجيه إخواننا المواطنين للدخول في هذا المجال، وكذلك تم إدخال يعني جميع ما هم مسجلين في قاعدة البيانات الموجودة عندنا سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين بحيث أن احنا يكون في عندنا يعني صورة متكاملة نحو هذا الأمر. موضوع العمل وإيجاد الوظائف المتنوعة لأصحاب الهمم هي يمكن تكون يعني من مسؤولية المجتمع وكذلك مسؤولية قطاعات العمل سواء كانت مؤسسات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات تعمل في مجال القطاع شبه الحكومي. حاولنا احنا نوجد نوعية وظائف وكمية يعني من الوظائف اللي هي بإمكانها أنها تنوع مصادر دخول إخواننا أصحاب الهمم.
بلا شك ان هالموضوع ما راح يعني ينعمل بين يوم وليله، راح ياخذ منه جهد، راح ياخذ منه كثير من العمل، راح احنا يعني نشتغل بشكل جدا قريب مع المؤسسات المعنيه اللي هي بامكانها ان هي توجد لنا فرص وظيفيه على المدى القصير، على المدى المتوسط، وكذلك على المدى الطويل، ولهذا احنا دائما نسعى في يعني تخطيطنا فيما يتعلق بتطوير القوى العامله على مستوى الاماره. يعني ارجع انا الى النقطه السابقه اللي تطرقت اليها وهو التعليم. احنا شفنا ان اذا حبينا احنا اليوم نوجد قاعده قويه لدخول اصحاب الهمم في مجالات العمل المختلفة، لازم يكون عندنا احنا قاعدة قوية في تعليمهم، لازم يكون في عندنا احنا يعني نوع من الانكلوجن القوي لدخولهم في التعليم بالطريقة السليمة والمعتمدة طبقا لأفضل الممارسات العالمية. لهذا السبب احنا لما قلنا ان احنا بنشتغل على موضوع سياسة التوظيف الدامج، قلنا لازم يكون في عندنا احنا سياسة تسبقها، والسياسة هذه هي تركز على الجانب التعليم بحيث أن التعليم يكون هو مكمل لسوق العمل. لهذا السبب احنا نشوف اليوم أن كثير من المؤسسات المعنية، كمثال بسيط أحد القطاعات الاستراتيجية الموجودة عندنا على مستوى الإمارة وهو القطاع السياحي، هذا القطاع بإمكانه أنه يستوعب أعداد كبيرة وضخمة من يعني العاملين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. نحن بدينا من مرحلة جدا متقدمة في أن احنا نستقطب أصحاب الهمم في أنهم يكونوا جزء لا يتجزأ من العملية التوظيف في سوق العمل. الهدف من هذا كله شو؟ ان احنا نخلق مساحة واسعة فيما يتعلق بالتوظيف، وما يكون هذا مبني فقط على يوم او شهر او شهرين او سنة، لا، يكون في عندنا مثل ما ذكرت سابقا مساحة طويلة، وفي يكون عندنا long term plan. والهدف من هذا كله ان احنا ما نوظف فقط 1000 أو 2000، اي شخص من الباحثين عن عمل الموجودين عندنا من أصحاب الهمم أو غيرهم، نحاول نحن وجود لهم فرصة وظيفية متنوعة وكونهم جزء لا يتجزأ من يعني سوق العمل المحلي. ما هي أبرز المعوقات التي تقف في وجه أصحاب الهمم في الوظائف على اختلافها؟ طبعاً أمانة أستاذ هذا سؤال جداً جميل. احنا قبل ما نتحدث عن عن المعوقات، خلنا نتحدث عن نعيد أفضل صح؟ أستاذ شاكر لك على هذا السؤال، يعني هذا سؤال في محله ويمكن يكون من الأسئلة المهمة اللي احنا دائما نتطرق عليها. احنا قبل ما نتحدث عن المعوقات، خلينا نشوف بعض الإيجابيات الموجودة واللي تحققت في الفترة السابقة، وأهمها يمكن تكون هي وضع سياسة عامة على مستوى الدولة، وفي عندنا احنا مثل ما تقول يعني سياسة كذلك متنوعة على مستوى كل إمارة. لكن من المعوقات الرئيسية يمكن تكون فيما يتعلق بهذا الجانب هو التعليم، واحنا دائما نقول ان تحدياتنا الرئيسية الموجودة عندنا على مستوى الدولة هي ثلاث تحديات: التعليم ثم التعليم ثم التعليم. اذا احنا قدرنا اول شيء ان احنا نوجد كثير من الحلول فيما يتعلق في هذا الجانب، راح يكون في عندنا سلاسة في تحقيق الامور الثانية. فاول معوق الموجود عندنا احنا هو التعليم، واحنا هذا محتاجين ان احنا نركز عليه بشكل كبير وبشكل اساسي في ان احنا يكون في عندنا سياسه واضحه في اليه تطوير المجالات المتعلقه بدخول اصحاب الهمم في مجالات التعليم المختلفه، سواء كانت مدارس خاصه او مدارس حكوميه او مدارس يمكن تكون حتى في مجال التعليم المهني. هذه اول يعني معوق موجود عندنا ولازم احنا نوجد له يعني حلول، وتكون الحلول كذلك شو؟ عمليه، وليست حلول يعني خلينا نقول فيها نوع من المغالاه في الطموح اللي احنا راح نوصل اليه. لازم يكون في عندنا احنا حلول عمليه بحيث ان احنا لما يدخلون اصحاب في قطاع التعليم بكافه انواعه راح نبتدي نمشي في الطريق الصحيح. هذه أول معوق. المعوق الثاني من خلال يعني عملنا احنا في سوق العمل في الفترة السابقة هو عدم اهتمام قطاع كبير من قطاعات سوق العمل بدخول أصحاب الهمم في مؤسساتهم، وهذه يمكن تكون واحدة من الشغلات الرئيسية اللي احنا محتاجين كحكومة وكمؤسسات معنية في هذا المجال، ان احنا نخلق الحافز الرئيسي في دخول أصحاب الهمم في قطاعات العمل بكافة مجالاتها. الحكومة جزاها الله خير خذت على يعني عاتقها هذا الموضوع، وقدرت أن هي توظف مجموعة كبيرة من إخواننا يعني الباحثين عمل في مجال أصحاب الهمم. لكن القطاع الخاص واللي هو القطاع الأهم والأكبر واللي بإمكانه أنه يستوعب كميات ضخمة
من الباحثين عن عمل سواء كانوا من أصحاب الهمم أو غيرهم، بنشوف أن القطاع الخاص هو لاعب رئيسي فيما يتعلق باستقطابهم، فيما يتعلق بتغيير المفاهيم المغلوطة بتوظيفهم، فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم كذلك. بهذه الطريقة راح تكون في عندنا احنا صورة متكاملة. نقطة رئيسية كذلك أنا حابني أشير إليها وهو المجتمع. المجتمع اليوم لازم يكون في عنده نظرة مختلفة بالكامل عن أصحاب الهمم. أصحاب الهمم اليوم احنا عندنا على مستوى الدولة وفي كثير من الدول حققوا كثير من الإنجازات اللي يمكن يكون غير ما قدروا يحققونها. يعني كمثال بسيط احنا على مجال الرياضة في الأولمبياد، أصحاب الهمم قدروا يحققوا كثير من الإنجازات والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بينما احنا على مستويات الثانية قدرنا نحقق ميدالية واحدة. هذا مش معناته ان احنا اليوم في عندنا يعني سوء تخطيط، لا، في عندنا تخطيط جيد وسليم، لكن احنا محتاجين ان الاسر والمجتمع يكون هو الداعم الاول لاصحاب الهمم، هو المحفز الاول لاصحاب الهمم فيما يتعلق بدخولهم في التعليم، فيما يتعلق بدخولهم في سوق العمل. كذلك احنا خلينا نشوف افضل يعني الممارسات الموجوده عندنا على مستوى الدوله. اليوم احنا على مستوى الدوله في عندنا بعض المؤسسات اللي بصراحه نرفع لها مثل ما يقولون يعني قبعه الاحترام، احنا بالمحل نقول نرفع عقالنا لها احتراما وتقديرا لجهودهم اللي قاموا فيها. هذه المؤسسات يمكن يكون ما كان عندهم اليوم شخص واحد يعمل من اصحاب الهمم، لكن هذه المؤسسات استطاعت ان هي تستقطب، استطاعت أن هي تدرب، استطاعت أن هي تأهل، استطاعت أن هي توظفهم ويكونون هذين من خيرة الشباب العاملين. ليش هذه المؤسسة نجحت؟ ليش المؤسسات الثانية ما قدرت تنجح؟ هذا سؤال يطرح نفسه. فهذه من المعوقات الرئيسية الموجودة عندنا، أن احنا القطاع الخاص ما ماخذ اليوم الموضوع بشكل جدي بالمستوى إلا الدولة اليوم ماخذتنا فيما يتعلق بدمج أصحاب الهمم في كافة القطاعات، سواء كان تعليم، سواء كان توظيف. القطاع الخاص اليوم فيه عليه مسؤولية مجتمعية، ليس من باب الصدقة أو الشفقة أبدا، ولكن عليه مسؤولية وطنية في أنه يستقطب ويدرب ويأهل أصحاب الهمم ويوظفهم في أفضل الوظائف، وليس في وظائف دنيا تكون، لا، في وظائف تكون في بداية الأمر يدخل كموظف، خلينا نقول في مجالات يعني بسيطة، ومن ثم يطلع إلى مجالات متوسطة، إلى وصولنا إلى يعني الدرجات العليا في المؤسسات. القطاع الخاص اليوم لازم أنه يأخذ على عاتقه هذا الجانب. الحكومة جزاها الله خير ما قصرت كمؤسسات حكومية. فهذه واحد من المعوقات الرئيسية اللي احنا يعني محتاجين أن احنا نغيرها في الفترة القادمة، وإن شاء الله أن احنا راح نعمل عليها. وبشركم ان راح تكون في هناك يعني التقارير مرفوعه الى الحكومه لكثير من الامور الموجوده عندنا فيما يتعلق بهذه المعوقات. الى اي مدى تلعب الرغبه والاراده للشخص من اصحاب الهمم في قدرته على ايجاد وظيفه؟ امانه يعني احنا من خلال عملنا مع يعني اخواننا اصحاب الهمم لديهم الرغبه يعني مثل ما يقولون الجامحه فيما يتعلق بحصولهم على وظيفه. وهذا طبعا خيار طبيعي ويعني مشروع لهم، اي انسان اليوم درس تعلم كذلك هو يبحث عن وظيفه وهذا يعني امر طبيعي. احنا نشوف ان يعني الحظوظ والرغبه عندهم يمكن تكون اكثر حتى من الاشخاص الثانيين. لكن اليوم معرفه الموضوع هذا وكيف ان احنا بامكاننا نحول الرغبة الحقيقية في الحصول على وظيفة إلى واقع عملي بتوظيفهم هذا أمر مختلف. يعني هذا شق وهذا شق ثاني. وإحنا هني محتاجين نحن نوائم بين الاثنين. لأن اليوم ما في إنسان تعلم ودرس واجتهد ويمكن تكون في عنده يعني كثير من يعني الصعوبات في بعض الأمور وخلص دراسة. يعني إحنا شفنا أن كثير منهم ما شاء الله عليهم خلصوا دراساتهم المدرسية الجامعية، التحقوا بدراسات عليا. معنى ذلك هذا امر طبيعي في انهم يلتحقون الى سوق العمل، وهذا اللي يعني احنا دائما نشجع عليه. الاهم من هذا كله ان احنا اليوم كيف ندعمهم في 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 عمليه الحصول على وظيفه. ولهذا السبب احنا نتحدث عن سياسه التوظيف الدامج، شو معناته؟ معناته ان احنا ما نفرق بين مواطن او غير مواطن فيما يتعلق باصحاب الهمم في الحصول على وظيفه،
ونقول إنه والله هذا عنده إعاقة أو عنده مشكلة أو في لا، احنا نقول ان الشخص مدام انه قادر ويبحث عن وظيفة بناء على التعريفات الدولية فيما يتعلق بالباحثين عن عمل يجب علينا احنا نوظفهم، نشوف ان احنا لديهم الرغبة، نشوف ان احنا لديهم يعني الحرص على 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 الحضور لأيام التوظيف، نشوف ان لديهم الحرص انهم يتعلمون برامج يعني جديدة. احنا على مستوى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عندنا ذراع يعني معني ب تدريب وتأهيل المكفوفين، بصراحة وبكل أمانة نشوف عندهم شغف كبير للتعلم. شو السبب نسألهم يعني أنتوا حابين تتعلمون بشكل مستمر؟ يعني موضوع التعليم عندهم مستمر ما يوقف عند حد معين. الجواب إن احنا نبغي نحصل على وظيفة، نبغي نحصل على وظيفة أفضل، مش فقط الوظيفة هي في البداية ومن ثم نبغي نحصل على وظيفة أفضل، وهذا حق مشروع لهم، حفظ لهم القانون، حفظ لهم الدستور، حفظ لهم الدين والشرع، ان احنا اليوم ما نفرق ما بينهم. وهذه اليوم رساله يعني احنا نوجهها الى جميع المؤسسات وبالاخص القطاع الخاص. اذا اليوم احنا اصحاب الهمم عندهم الهمه وعندهم يعني الاهتمام بالحصول على وظيفه، ليش احنا نقصر وياهم؟ ليش احنا يكون في عندنا نوع من التخاذل؟ وهذا يمكن يكون يعني واحد من الشغلات اللي في يوم من الايام احنا راح نسائل عليها ان لم يكن يعني شو اسمه امام الله سبحانه وتعالى. ليش احنا اليوم يعني خلينا نوع من الفصل او نوع من التقليل؟ لا، المفروض انه ما يكون في عندنا نوع من يعني التقليل من شأنهم فيما يتعلق بالحصول على وظيفه. ولازم نقول ان احنا انهم دائما يبحثون، انهم دائما يسعون، انهم دائما يعني يكونوا متواجدين فيما في اي برنامج متعلق باصحاب الهمم. وهذا بسبب شو؟ بسبب حرصهم انهم يبغون يكملون مسيرتهم وحياتهم الحياتيه بشكل يعني مستمر. ما دور الاسره في تحفيز اصحاب الهمم على اهميه دمجهم في الوظائف؟ بصراحه يعني انا دائما اتناول هذا الموضوع بطريقه مختلفه. اذكر مره كنت في زياره الى دوله البرازيل وكنت اتمشى في مدينه ساو باولو وشفت من أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة البصرية يمشي في الشارع من مسافة يمكن تقريباً 500 متر. الشرطي شفته نزل إليه وحاول أنه يعني يكون متواجد معاه ويساعده في يعني وصوله. الشخص كان يمشي بشكل طبيعي وبشكل سلس. إحنا يعني في شوارعنا أو خلنا نقول في 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 مجتمع في مجتمعنا بشكل عام يعني شغلتين مفقودات او two things are missing. الشغله الاولى اصحاب الهمم ما نشوفهم احنا في شوارعنا او خلينا نقول في مجتمعنا بشكل يعني بشكل عام. الشغله الثانيه اللي هم الكبار في السن، يمكن احنا مسير اوروبا نشوف حرمه عمرها 70 ولا 80 سنه او رجل عمره 70 ولا 80 سنه يمشي. الاسره هي المحور الاساسي في دعم الخطط الوطنيه للدوله. اذا احنا اليوم نبغي ننجح في سياسة التعليم الدامج أو في سياسة التوظيف الدامج، الأسرة هي النواة الأولى لنجاحنا. من غير دعم الأسرة راح يكون في عندنا كثير من المعوقات. احنا اليوم في مجتمعنا خلينا نقول شوي يعني أكثر أمينين وصريحين، ما نقول إن الأسرة مقصرة، ولكن في نوع من الخجل في إن احنا اليوم نوجد أبنائنا ونوجد عيالنا ونوجد بناتنا في كثير من يعني الحياة الاجتماعية العامة، ما بالك بيعني سوق العمل. أذكر على ذلك بعد مثال بسيط ثاني، كان في عندنا توظيف في قطاع الضيافة خارج إمارة دبي، وصرنا إن إحنا يعني من أجل توظيف يعني إخواننا وخواتنا من أصحاب الهمم للدخول في هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي الضخم اللي بإمكان أنه يستوعب أعداد كبيرة وضخمة. للأسف الشديد أن احنا شفنا الأسر هي لديها النوع من شو من الصد، الأسر لديها النوع من التحفظ في موضوع أن احنا اليوم نرسل يعني عيالنا في أنهم يشتغلون في هاي الوظائف. السؤال اللي احنا دائما نطرحه، شو السبب؟ هل احنا نستحي من هذا الشيء؟ هل احنا نحس ان هذا الشيء ممكن يسبب لنا اشكال مجتمعي؟ هل احنا نحس ان هذا الشيء ممكن ان في بعض الاحيان يعني يسبب لنا نوع من الانتقاد؟ انا اتصور ان الاسره هي الاساس. الاسره هي محتاجه ان تكون هي الداعم الاول للبرامج ويكون لها الصوت الاعلى على فكره. اليوم الدوله امانه يعني احنا من خلال
عملنا مع يعني القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نشوف عدم اهتمام لا محدود، اهتمام كبير فيما يتعلق بدعم ودخول أصحاب الهمم في كافة قطاعات العمل. الأسرة دائما دورهم مغيب، ما نشوفهم. وسؤال نطرحه، شو السبب؟ ليش الأسرة ما يكون لها دور إيجابي أكثر؟ إذا كان موجود جزاهم الله خير ما قصروا، اللي احنا نطلب أنه يصير فيه يعني طلب أكثر ويصير إلحاح أكثر، مثل ما هو موجود عند أبنائهم كذلك يكون موجود عند الأسر، بحيث أن العملية تكون متكاملة. احنا عارفين أن في الفترة القادمة بتكون عندنا احنا يعني كثير من البرامج المتعلقة بهذا الجانب. الأسرة لازم يكون فيه لها يعني تواجد مستمر، الأسرة لازم يكون فيه لها صوت عالي فيما يتعلق بدخول أبنائهم في قطاعات العمل المختلفة. جانب ان احنا والله نتحفظ ونحاول ان احنا نخليهم مثل ما تقول يعني في اماكن مغلقه او في البيوت، هذا يعني الفكر لازم يتغير، لازم يبتدي شوي يكون فيه له نوع من يعني التفكير الايجابي. احنا نبغي ابنائنا يكونوا متواجدين في كل مكان، مثل ما ذكرت انا يعني موضوع الانكلوجن لازم يكونوا متواجدين في كافه فئات المجتمع. في بعض الاسر اللي امانه يعني بصراحه ردودهم كانت جدا جميله، يقولون ان احنا الله سبحانه وتعالى اعطانا نعمه، إذا كان عندنا احنا في البيت أحد من أصحاب الهمم ترى هذه من أكبر نعم الله علينا. أنا يعني الله يرحم يدتي، احنا كان عندنا خال رحمة الله عليه عنده إعاقة، يدتي كانت تعامل هذا الإنسان بمنتهى الرقي وكانت تحبه حب شديد. شو السبب؟ لأن كانت تقول أن هذا الإنسان هو اللي أضفى على حياتي السعادة، هذا اللي خلى لحياتي نوع من يعني التميز. أنا إنسان اليوم محظوظة، أنا إنسان اليوم الله سبحانه وتعالى يعطيني الأجر والثواب في أني أنا أهتم فيه. فدور الأسرة هو دور جدا مهم ودور حيوي في الفترة القادمة فيما يتعلق بالتوظيف. إلى أي مدى هناك ضرورة على تدريب موظفي الاستقبال على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم مما يسهل عملهم؟ أتصور أن موضوع يعني موظفي الاستقبال هو يعني يمكن يكون على مستوى الحكومة أمانة يعني قطعنا شوط طويل في هذا الموضوع، يعني حتى احنا نشوف أن تم عمل طرق مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، وتم مثل ما تقول وضع كذلك بوردات في كثير من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالمكفوفين. يعني أتصور أن الحكومة قطعت شوط طويل في هذا الجانب. أريد وأقول أن القطاع الخاص وين دوره فيما يتعلق بهذا الجانب؟ ما بقول ان هم الجماعه مقصرين بشكل يعني متعمد، لا ابدا، احنا اليوم الحمد لله عهدنا من القطاع الخاص انه هو دائما قطاع داعم لاعمالنا المختلفه، ولكن في لديهم حاجه في انهم يطورون هذا الشيء بشكل اكثر واكبر. طبعا موضوع الاستقبال هو يعني مثل ما تفضلت ذكرتي هو مهم، لان الاستقبال هو يعني المكان الاول اللي راح يكون فيه متواجدين أصحاب الهمم. بس خلنا نقول إحنا ليش ما يكون في عندنا منظومة متكاملة في بيئة العمل؟ بيئة العمل لما تكون متكاملة فيما يتعلق باحتضان واستقبال أصحاب الهمم، من السهولة في إن إحنا ندمجهم اليوم مش بس فقط في سوق العمل، ندمجهم في سوق العمل، في الحياة الاجتماعية الموجودة بين الموظف من أصحاب الهمم والموظف العادي، دمجهم في 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 قضايا اجتماعية مهمة على مستوى يعني الدولة، البرامج التطوعية المختلفة الموجودة، هذه كلها راح تساعد أصحاب الهمم في أنهم يكونون جزء لا يتجزأ. لأن السياسة اللي تم وضعها الأساس منها هو ماذا؟ هو يكون مجتمع يشمل الجميع، ما يكون في عندنا إحنا جزئية مخصصة لأصحاب الهمم وجزئية مخصصة لغيرهم، لا، احنا مجتمعنا نبغي يكون شامل يشمل الجميع. توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد جدا واضحة، نبغي نخلق مجتمع يشمل الجميع بكافة فئاته، أصحاب الهمم وغيرهم. ما في شيء اليوم يمنع اليوم أي مؤسسة يعني سواء كانت حكومية أو خاصة فيما يتعلق بالاستقبال أو الوظائف الثانية أو يعني الأعمال الثانية إنها ما تكون مؤهلة. يعني نتفاجأ إحنا إن في بعض الأحيان بعض المؤسسات تكون هي يعني غير صديقة لأصحاب الهمم، وهذا يعني بعد إشكالية ومشكلة كبيرة إحنا ما نبغى نتطرق إليها، ولكن نقول إن إحنا دائما إن دائما القصد والهمة الموجودة عند المؤسسات الخاصة والحكومية للأفضل. الاستقبال هم جزاهم الله خير قائمين بدور يعني كبير. احنا على مستوى هيئة المعرفة والتنمية البشرية
وصلنا الى مرحله ان حتى موظفي الاستقبال فريق حياكم اللي احنا بصراحه يعني نحترمهم ونقدم لهم كافه الاحترام، واحنا نعتبره اهم فريق عمل عندنا موجود على مستوى هيئه المعرفه والتنميه البشريه. هذا الفريق يقوم بدور جدا مهم، علمناهم الاساسيات البسيطه في التعامل مثلا مع المكفوفين، مع اصحاب الهمم، علمناهم الشغلات اللي بامكان ان هي ما توجد حاجز عند يعني المراجع لما يدخل عندنا ويحس نفسه انه غريب، لا يدخل كانه داخل بيته، يدخل عنده في هيئه المعرفه كانه يعني داخل في مؤسسه تبغي انه يستمر معها طول اليوم. هذه البيئه خلت ان جميع الموظفين على راسهم حتى المدير العام، وعلى فكره احنا امانه نكون جدا فخورين لما نستقبل طبعا اي مراجع عندنا على مستوى هيئه المعرفه، اي شخص موجود عندنا في الهيئه هو يعمل في مهنه الاستقبال، ما في عندنا موظفين محددين والله هذا وظيفته فقط استقبال، كافه موظفين الهيئه وظيفتهم انهم يرحبون بكل زائر عندنا ايا كانت اليوم يعني جنسيته، ايا كانت مثل ما نقول يعني سواء كان من اصحاب الهمم او غيرهم. الاستقبال رفضناه بمنظور الاستقبال الموجود كاستقبال اعتيادي. بالنسبة لأصحاب الهمم ضفنا عليه إضافات بحيث أن تحسس المراجع أنه داخل بيته ما داخل مؤسسة حكومية، وهذا اللي احنا دائما نسعى إليه. نشكر الأستاذ عيسى الملا رئيس تطوير الكوادر الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية. طبعا أمانة الشكر موصول لكم أنتم، صراحة أنا اليوم جدا فخور أن يعني أكون في مقابلة تلفزيونية بهذا المستوى، أول مرة أحضر أنا مقابلة بهذا المستوى. قناة الظفرة دائما يعني عهدناهم أنهم يطلعون بأفكار جديدة ومتميزة وهذه إحداها. شكر موصول لك أستاذة بدرية على هاي الاستضافة الطيبة، شكر كذلك موصول لأستاذة عبير كذلك مثل ما تقول على طولة بالها علينا، ولفريق العمل وزاكم الله خير على هذا البرنامج اللي احنا نتمنى ان احنا نكون وصلنا يعني ولو جزء بسيط من الرسالة اللي احنا نحملها على عاتقنا فيما يتعلق ب يعني سياسة التوظيف الدامجة. في نهاية الأمر يعني هذا الموضوع هو بالنسبة لنا ليس بوظيفة، بالنسبة لنا هو هذا يعني هم وطني، وهذا يعني ندلدل على اهتمام الجميع في هذا الملف، والشكر موصول لكم جميعا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين تريونا. الإرادة والتحدي والنجاح كلها مفردات تحمل عملاً مضنياً وتصميماً يصاحبه أمل لتحقيق المختلف في الحياة. وعندما تجتمع كل هذه الصفات في أحد الأفراد من أصحاب الهمم فإن ذلك يصبح مدعاة للفخر، ولأصحاب الهمم مواهبهم الجميلة واللي تطفي على الأشياء بريقاً خاصاً، وصرنا نشوفهم يصنعون بأيديهم حرفاً كثيرة، وفي مكان آخر نراهم يحاضرون في الندوات والملتقيات. اليوم ويانا فتاة موهوبة من أصحاب الهمم وهي منار عبد القادر الحمادي، مقدمة ورش ودورات توعوية. يا مرحبا فيك ويانا في حوار الهمم. أشكركم في استضافتي في برنامج حوار الهمم، وأحب أعرفكم بنفسي، وياكم منار عبد القادر الحمادي أخصائي موارد بشرية في الإدارة العامة لإقامة وشؤون أجانب دبي. منار، ما هي المجالات اللي تقدمين فيها دورات توعوية؟ المجالات اللي أقدم فيها دورات توعوية فن التعامل مع أصحاب الهمم، طبعاً فن التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، إضافة إلى دورات طريقة برايل ودورات في السعادة الوظيفية لكافة الموظفين. منار، كيف تحديتي الصعاب اللي واجهتش؟ طبعاً يعني إحنا كأشخاص من أصحاب الهم يمكن تواجهنا الصعاب أكثر عما تواجه أي شخص ثاني، إن نحتاج وقت أطول في يعني مثلاً تنفيذ الدورة أو الإعداد أو الإعداد المسبق للدورة، يعني ممكن تواجهنا الصعاب أكثر مما تواجه أي شخص ثاني، لأن إحنا نستخدم برامج ناطقة، في البرامج الناطقة ساعات تأخذ وقت، بس حالياً يعني حال أي شخص ثاني ممكن نقدر نقدم دورات بسهولة، وطبعاً بتعاون الموظفين اللي يكونوا حاضرين الدورة أو المتدربين. منار، كيف تقرأين رضا وتفاعل اللي يحضرون الدورات اللي تقومين فيها؟ طبعاً من التحديات اللي تواجهني إن يعني أحياناً أحس اللي وياي في القاعة مو بوياي، أقول لهم أنت وياي، يكونهم سايلنت، يكونون متفاعلين معي بس أنا ما أحس بتفاعلهم، فأشوفهم سايلنت، أقول لهم أنتم متأكدين أنكم متفاعلين وياي في القاعة؟
يقولون هي احنا وياك. فطبعا كيف اقرا تفاعلهم ورضاهم؟ اشوف اسالهم، اخليهم يطبقون وياي، اعيشهم الواقع، اعيشهم بعض التجارب، اخليهم فينا بحد منهم يعني اقول تعال جرب. فبهالطريقة انا اعرف من رضاهم. ودائما يقولون يعني لما نخلص من الدواء يقول لي احنا كنا في اشياء ما نعرفها، انا اتكلم عن دورة فن التعامل مع اصحاب الهم، يقول لي في اشياء كنا احنا ما نعرفها بس تعلمناها من هذه الدورة، يعني كنا نسوي سلوكيات خاطئة فتعلمناها اليوم، فهذا يعني نوع من التوعية. فهني اعرف انهم راضين عن الدورة وراضين عن ادائي. طبعا بذكر لكم موقف، مرة كنت ياس اعطي دورة واشوف يعني كان العدد قليل، مرة واحدة العدد زاد. يعني كيف عرفت العدد زاد؟ لما خلصت الدورة أقول حق الموظفين وقت التخريج، قلت لهم أنتوا يعني ما سمعت لكم صوت من وين أو ما عرفتوا بأنفسكم، فعرفت إنهم يعني داخلين متأخرين، فأنا أكون دقيقة معهم ركزة إن في أشخاص دخلوا. من المواقف اللي بعد أيضا واجهتها وأنا أعطي دورات، يعني شفت شخص من الأشخاص حضروا وياي الدورة قال لي أنا تذكرت لما كنت أتدرب طالب، واليوم أنا أشوفك أنتي تدربينا، فهذا دليل على نجاحك أنتي يعني كمدربة، ودليل على نجاحك أنتي أنك أنتي يعني كموظفة من أصحاب الهمم وتعطي دورات وحالك حالنا، يعني ما في فرق بينك وبيننا، يعني أنتي تسوين اللي إحنا نسويه وأكثر عن اللي إحنا نسويه. منار، ماذا عن ملتقى المنار للمكفوفين؟ حدثينا عنه شوي. طبعاً ملتقى منار ملتقى تثقيفي توعوي يهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع للتعامل مع المعاقين بصرياً بطريقة صحيحة. تم أطلاق الملتقى عام 2010 تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء. طبعاً يهدف الملتقى إلى تثقيف أفراد المجتمع للتعامل مع المعاقين بصرياً بطريقة صحيحة، إضافة إلى أن الملتقى استضاف تجارب من عدة دول، وصل حتى يعني الشرق الأوسط، وصل استضافنا من تقريبا دول عالمية، وصلنا الهند، ثم تجارب عندنا، بدينا في دولة الإمارات، بعدين الخليج، وصلنا الشرق الأوسط، والحين آخر مرة كانت تجربتنا من الهند وألمانيا. طبعا من نتائج ملتقى المنار بيكون لي أنا مشاركة في ملتقى سايت سيتي في ألمانيا شهر 4 أكتوبر، إضافة إلى طبعا ملتقى المنار وايد أمور نتجت عنه، من أبرزها يعني إن اشتغلنا على معيار البيئة الصديقة لأصحاب الهمم قبل ما تطلع المعايير في حكومة دبي. إحنا كنا ياسين نشتغل ليش؟ لأن من نتائج ملتقى منار يكون الموقع الإلكتروني أكسسبل لذوي الإعاقة البصرية والأبليكيشن موبايل، فكانت هاي أصلاً من نتائج الملتقى. لما اشتغلنا على استراتيجية دبي لذوي الإعاقة ما كانت عندنا مشكلة، لأن كنا ياسين نطبق نتائج يعني نتائج سابقة، فما كانت عندي أي مشكلة في الموضوع. إضافة إلى أنا ماسكة موضوع الأكسسبيليتي في الإدارة العامة للإقامة، أنا أشرف على الأكسسبيليتي، معيار البيئة، الجهة الحكومية صديقة لأصحاب الهمم، وفزنا في جائزة دبي سنة 2015 كنا المركز الثاني، و2016 المركز الأول، وإن شاء الله هاي السنة بعد نحصل المركز الأول إذا الله أراد. طبعا يعني أنا اللي دائما أقوله، دائما أنصح الكل يقول يعني ياخذ بيد أصحاب الهمم، يخليهم هم اللي يعني يقيمون أجهزتهم، يقيمون خدماتهم، لأن ما في يعني ما في لا شيء بدون أنه يخصنا. فالشخص من أصحاب الهمم هو قادر على تقييم الأجهزة اللي يستخدمها، الخدمات اللي يستخدمها، ما في مفروض ما في حد يقولك والله يجبرك أنت من أصحاب الهمم لا استخدم هذه الخدمة، استخدم هذا الجهاز هو اللي يناسبك. لا، أنا من أصحاب الهمم أنا اللي أعرف شو يناسبني شو يناسب غيري. إضافة إلى طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني كوني أنا اشتغلت في موارد البشرية واشتغلت في السعادة الوظيفية، أحاول دائما أسعد أصدقائي من أصحاب الهمم في الإدارة وحتى في من خارج الإدارة، دائما أقدم لزملائي الدعم، دائما أرشدهم، أقدم لهم الدعم، أنصحهم، أشجعهم على ممارسة هواياتهم. وطبعا من يعني نتائج ملتقى منار حتى الأخيرة اللي هو كان يعني في السنة الماضية عطر المنار كان من نتائج الملتقى، وكان للدعم واحدة من أصحاب الهمم صديقتنا اللي هي أماني، دعمناها عشان تنتج العطر.
أنت أول امرأة إماراتية تتمكن من الحصول على شهادة من معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة، ماذا أضافت لك هذه الشهادة؟ طبعاً أنا افتخر بأني أول كفيفة في الوطن العربي حصلت على شهادة من المعهد البريطاني للقيادة والإدارة الـIELM في مجال فن التعامل مع أصحاب الهمم. وطبعاً يعني هذا طبعاً لما دخلت أنا من زمان أدرب على دورات، بس يعني كنت أدرب من خبرتي، فلما الشهادة ضافت لي يعني خفت الشهادة، فصار عندي شهادة ونولج أكثر، فدربت على هالأساس ودربت بشهادة. يعني لما أنت تتدرب شهادة يكون مسماك أقوى في التدريب. إضافة لأن عندي ماجستير في الإدارة الاستراتيجية والقيادة، وهذا الشيء طبعا يعني أعطاني قوة وأنا أدرب. طبعا من خلال تجربتي المتواضعة أنصح كل زملائي من أصحاب الهم أنهم ما يوقفون إذا واجهتهم الصعوبات وما تعرق لهم الأمور، يكملون دراستهم، يأخذون شهادات يعني، ودائما هم اللي يتكلمون عن حقهم، ما يدورون حد ينتظر، ما ينتظرون حد يتكلم عنهم ويأخذ حقهم، لأن الحق بيد أصحاب الهم مو بيد غيرهم. إحنا اللي نقدر نغير القرار، ما في حد يقدر يغير القرار إلا إحنا. فبهالطريقة إن إحنا نقدر نغير نبوة المجتمع اتجاه أصحاب الهمم، من سلوكياتنا، من أفعالنا، من تصرفاتنا، ما ننتظر حد يصنع التغيير. ودائما ما نقول إنه يعني المجتمع مو فاهم لنا، المجتمع مو فاهم احتياجاتنا، لازم إحنا نفهم المجتمع شو احتياجاتنا وشو متطلباتنا وشو الأشياء اللي نبغي المجتمع يكتسبها منا إحنا، ونعتمد على نفسنا ونكون واثقين من أنفسنا 100%. فطبعا من الأمور اللي يعني واجهتني دائما يقولي أنت تحتاجين مساعدة كونك كفيفة، أقولهم لا أنا ما أحتاج مساعدة، لما أحتاج المساعدة أنا أطلبها منكم. نشكر ضيفتنا في هذه الفقرة منار عبد القادر الحمادي. مشاهدينا حلقتنا اليوم انتهت، إلى اللقاء.